أصداء ما خرج عن المؤتمر الصحفي في جنيف لوزيري الخارجية الروسي والأمريكي. نعم، حتى اللحظة لم يصدر البيت الأبيض أي بيان بمتعلق بهذه المحادثات، ولكن بشكل عام الولايات المتحدة كانت عبرت مرارا عن موقفها الثابت فيما يتعلق بالمحادثات مع روسيا، وهي سعيدة باستمرار، يعني هناك رضا عن استمرار المسار الدبلوماسي، ولأن الولايات المتحدة كانت تنظر دائما إلى أن يعني الخيار المعاكس للخيار الدبلوماسي هو خيار المواجهة والعقوبات، وهو ما تحاول الولايات المتحدة تجنبه، وإن كانت هي تقول وتؤكد أنها مستعدة له إذا اضطرت إليه. ولكن هناك رضا عن ما قام به وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وعن وضعه المخاوف الأمريكية على الطاولة أمام الجانب الروسي، ومطالبة أن يكون هناك تبادلية في المواقف، كما تطالب روسيا بالتعامل مع مخاوفها، يجب على روسيا أيضا أن تتعامل مع المخاوف الأمريكية والغربية، وذلك تحديدا يعني يتعلق بالوضع في أوكرانيا والحشود العسكرية في أوكرانيا على الحدود مع أوكرانيا، وحتى نشر القوات الروسية داخل بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية. كل هذه النقاط كانت مطرح يعني محل نقاش اليوم، وقد عبر وزير الخارجية عن الموقف الأمريكي الثابت فيما يتعلق بالمبادئ الأمريكية التي أكد أن الولايات المتحدة ستدافع عنها مهما جرى. ولكن الجانب الإيجابي هو أن المسار الدبلوماسي لم ينتهي اليوم، ولكن سيستمر وقد يتوج بقمة أمريكية روسية في وقت لاحق خلال أشهر ربما.